المواضيع كده مختلفة يباع مع بعض، يعني هنا ازاي نقدر المصنفين في بعض ونطلع الحل بتاعهم، ازاي نعمل فايندينج زاوز كومبيتيف ميثود وبايسكشن ميثود اللي بترسمهم مع الكورس التاني، والتفاضل والتكامل، ونشوف المتلاب بامكانيات الشركات دي عامله ايه. لو انا هحل طبعا هي الفكره بتاعت الضرب المصفات او حلول المصفات بتكون اصلا جايه من المعادلات، بقدر احول المعادلات لايه؟ في مركز. الفكره كلها انا عايز سولفنج ا سيت اوف لينير ايكويشنز، الهدف عندي عايز ايه؟ سولفنج ا سيت اوف لينير ايكويشنز. تمام؟ الشكل العادي دوت بيطلع لك بقى في اي حاله من المسائل المتقابله زي ترانسفير مساله التمبريتشر والكلام ده كله. فانت بتحصلها بالشكل الشكل الرياضي بتاع المادة، مش عايز صوت يا صلاح، مش عايز صوت. حطيناها في الشكل بتاع الماتريكس، ده شكل تقليدي سهل اي حد يعمله يعني. وعايز بقى ايه؟ كام بيكس بريس. طبعا الشكل ده بالنسبة لنا في الماس عبارة عن دي ماتريكس ايه مضروب في الماتريكس اكس بتساوي الماتريكس ايه؟ بي. فانا عايز ازود الاكس سوليوشن، هطلع الاكس بتاعي. على سبيل المثال لو عندي ماتريكس في الحل الرياضي، لو انا هشتغل كده ان انا بحل رياضه، عندي ماتريكس اسمها ايه؟ حد فاكر كان بيحل اصلا الشكل ده ازاي في المانيوال كالكوليشنز؟ عشان تحل ده بتعمل ايه؟ نفس الصفحه وعمود. قول قول انت نجيب الباور. الباور؟ ايه الباور؟ وبعدين؟ عشان نطلع الحلول الايه؟ الاكس. فدي عندي مثلا ماتريكس ايه؟ كنت بحسب لها المحدد ثم الانفيرس ماتريكس. طبعا بقول الانفيرس يعني المدور ده حته في النص كده ايه؟ بتاع الجير الانفيرس. واقول بقى ان الاكس كحلول بتساوي ايه بقى؟ العناصر الجديده طبعا هنا العناصر الجديده بتتناتج من خلال الاسم بتاع ده بيديك عنصر تاني مسمينه ايه؟ واحد واحد مثلا وليكن عامل داش. فده الفكر الرياضي اللي انا بحل بيه. طب انت لما اخد تاني في النص دي انت يا بنت فهنا بيكون بنطلع الحلول الاكس طلع منطقيا حسب الفاليوز اللي عندي. ولو فكنا دوت بالرياضه بنقول بقى اكس عباره عن ايه؟ اكس واحد عباره عن ايه؟ واحد واحد في واحد زائد في واحد اثنين في بي ايه؟ اثنين. واطلع الحل ده اللي كان بيتم مانيوال وده السوليوشن اللي انت بتعمله في ماتريكس. وطبعا لو اثنين اثنين دي سهله، ثلاثه في ثلاثه بقى تلاقي الموضوع ايه؟ ياخد منك مجهود كبير جدا. فالماتلاب بيحل الكلام ده في سطر واحد بالظبط، سطر واحد. الماتلاب بيشتغل بالامر ايه؟ امر انت طبعا الفكر الرياضي عايز تطلع اكس بتساوي ايه ماينس 1 في البي. فالاي ماينس 1 ديت هي دي الانفرس ماتريكس. ففي الماتلاب هعمل الامر ده. خلي بالك دي اسمها باك سلاش، الامر اللي في النص دوت اللي عندك رساله اسمها باك ايه؟ عشان لو عملت سلاش العاديه هي دي كده. فعشان انفذ ده في الماتلاب هعمل المعادلات ادخل الايه كماتريكس عاديه جدا، الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث، وادخل البي هي كلها كولوم يعني العنصر الاول سيمي كولون سيمي كولون وهكذا. وبعدين اروح منفذ الامر. ولازم اخلي بالي ان الماتريكس اللي انا عندي ليفت ايه؟ ديفيجنز. لان انت لو عملت حاجه غير كده يقول لك ان الدايمنشنز مش مظبوطه ويديك ايرور ويلخبط الجوانب. لو بقى البديل يعني بس طبعا مش البديل الصح لان هيلخبط اصلا، ممكن تعمل الامر كده. ايه ترانسبوز بي ترانسبوز ويروح عامل لك ليها ايه؟ نفس الناتج. بس الاحسن اشتغل على ستريت فورورد ايه باك سلاش انفيرس باك سلاش او ليفت باك سلاش. ده مثال على اللي احنا اتكلمنا عنه، ادي معادلات رياضيه. ايا كان العدد بقى المات مش فارق معانا عدد، بس خدت 3 في 3 اللي هي اصلا بتاخد وقت مع الحل اليدوي. فبندخل عناصر الماتريكس ايه؟ اول صف سيمي كولون سكند رو سيمي كولون ثيرد رو. والسيمي كولون الاخيره دي بتعمل ايه؟ اتش اوف اخفاء النتائج. دخلنا البي البي عناصرها كلها كولوم يبقى 10 سيمي كولون 5 سيمي كولون ماينس 1. وممكن تعملها في الماتلاب، خلي بالك الماتلاب ممكن تعمل الامر ده. يعني كتبته كده في علامه ايه؟
ابص لفوق دي معناها ان انت عملت ترانزفيرس. فسواء عملت كده او كده الاثنين صح في الماده. ثم تنفذت الامر. انا كتبت الماده كلمه ايه؟ الكلمه الرياضيه الصحيحه. المتلب عارف طبعا كلمه انفرس دي، دي متلب فانكشن. بقول له انفرس ايه؟ اقول له في مين؟ كبير. الكلام ده بقى لما كانوا بيعملوه زمان، يعني عايز اقول لك كان بياخد صفحتين تعمل البرنامج ده، صفحتين انك بتخاطب الكمبيوتر تقول له اعمل كذا واعمل كذا واضرب ده في ده، كانك بتخليه هو يبذل المجهود بتاعك انت. كان بيبقى مجهود رهيب جدا ياخد صفحتين برمجه في المتلب هو ايه؟ والله يعني. هيديك الانسر على طول، يقول لك الاكس الاولانيه بكذا والثانيه والثالثه. ودي ميزه في المتلب طبعا. ممكن اكتب الامر بالشكل ده واعمل ايه؟ ليفت باك سلاش ايه؟ ليفت باك سلاش مع البي، هيديك نفس الناتج اللي عندك الناحيه دي. طبعا احد زي المتلب. وانت بتكون مفصل بقى تفسير رياضي ان الاكس الاولانيه ماينس 2، ولو انت بتحب يعني اكس واي زد، اكس واي زد فالاكس بكذا ماينس 2 والواي بعد 5 والزد ايه؟ 6. فده الشغل الرياضي. وطبعا ممكن تحل باي هبة تشك على نفسك بالمانيوال مع من خلال الماده دي، لان السطر كله امر واحد بس. ماتريكس A، ماتريكس B، ونفذ الامر ده وده يديك الحل على طول. لو انت بقى عملت الايه؟ المعتاد هنا. هيقول لك لا خد يا ابني انت بتتكلم في التليفون تعالى. حاجات فيها مجهول واحد. وان انون زي ما عملت بقى الحاله بطريقه نيوتن وطريقه بايسكشن والكلام ده كله. ده البارت الثاني. يبقى احنا اول حاجه حلينا ماتريكس، طلعنا المريض سواء اكس 1 اكس 2 اكس 3 او اكس واي زد، وممكن اكتر من كده لو عايز. البولينوميال بتبقى نفس الايه؟ الداله ليها كذا فاكتورز. يعني مثلا دي درجه 5 او 6 او 7، احنا حاطين اس ان وماشيين لغايه الايه؟ الاي نوت. دي المعادله البولينوميال الستاندرد. ساعات بعض الناس يكتبوا العنصر كاب واحد. يقسم المعادله كلها على ده ويخليها اس اس ايه؟ اس ان. بس احنا طبعا الصح بالظبط ايه؟ الـ الاي دي كلها هي الكوفيشنز. وبالنسبه لي المعادله دي هي البولينوميال اللي بتكلم عليها. فانا عايز احل مين؟ دي اكنها اكس بالنسبه لي. فعايز اطلع الحلول بتاعت حاله الاكس بكام او الاس بكام. هيطلع لها كام حل ايه؟ كام فاليو؟ ثلاثه زي المعادله التربيعيه لها تو فاليوز، المعادله التكامليه لها 3 فاليوز وهكذا. فالشكل بتاعها في الماتلاب بيكتب بالشكل اللي قدامنا ده. وبص اهم حاجه في السكيلر يوز سكيلر روتيشن. لو ماتريكس بقى طبعا راعي الدوت دوت، لان ممكن تدخل الاس دي يطلع لك رينج. لو عملت شغل كده ان السايز بتاعها مش مناسب لان انت مدخله فيديك ايرور مسج. فالامر اللي بيعمل لي بقى حلول معادلات في مجهول واحد هو الامر بالنوميال. It evaluates polynomial with coefficients in vector A. عندي متجه اسمه A والفاليوز اللي طلعها اللي هي الاس او الاكس ايا كان. The result is a matrix in the same size as S. طبعا ايه اس ان دي؟ هي المعادله الاكبر اللي انا احل عليها. فانا هاخد مثلا مثال زي ده اللي فات ده. الاس عندي بوردر لاين سبيس، طبعا الامر ده حطوه في الترم الجزء الاول من السنه. بيعمل ايه ده؟ أول نقطة اسم على إيه؟ على الرقم ده. دي أكنها بديلة للفور كذا. فأقسم لك الرينج بتاع مين؟ بتاع الإس. أقول له الإيه؟ العناصر بتاعت الإيه ديت تكتب. خلي بالك المعادلة موجودة كده. إس أس 3 إس سكوير إس موجودة والحد السالب. عشان هتلاحظ حاجة بعد كده لما أجي أعملها كماتريكس. أعلى أس أهو معامل بتاعه. الأس اللي وراه الاس اللي ورا لحد الايه؟ السالب. طب لو في عنصر واقع بقى مش مكتوب في المعادله اصلا، يعني المعادله ده اس تكعيب وفي الاس سكوير مش موجوده، حط زيرو. ما تكتبش بقى ده وده بس، لا حط مكانه ايه؟ دي الحاجات المهمه في الاخطاء. ان الماتلاب ده برنامج انت بتدخله بيطلع اي نواتج مش فارق معاك. فاقول له برنوميال ودخل الاي والاس. وهنا عايز اعمل بلوتنج زي ما هي مطلوب، بعمل بلوتنج. بلوتنج للاس والايه؟ والايه؟ هعمل بلوت الكلام ده، اعمل بقى تايتل زي ما انا عايز. وفي الامتحانات احنا بنسيبك تعمل التايتل باي مسمى، يعني انت التايتل. وطبعا اختار اي حاجه سهله، يعني ممكن تعمل التايتل هي المعادله نفسها، او تكتب اي جمل جواها واكس ليبل واي ليبل تعمل. بس بلاقي في الامتحانات دايما تلاقي الناس بتعكس الحرفين دول، ما اعرفش ايه. اكس ليبل يبقى عامل لي ال اي ال اي، يعني
يعني عشان متعودين دايما اخر حرف يبقى ليه، هي ليه قبل ال، عشان كده الحاجه بقى ناس بتعكسها. فهنا البروتين بتاع الداله ده اللي طالع من البروتين. لو عايز اجمع دالتين مع بعض الاديشن، عندي مفروض دالتين زي دي كده، داله يو في اس وبي يو في اس، واقول السي هو مجموع الدالتين. طبعا لو بتجمع بتبقى بتجمع الكوفيشنتس عادي جدا، لان اس اس 4 مش موجوده، واكتب اس اس 4 4 اس تبعيد وفين اس تبعيد، بجمع الكوفيشنتس واطلع الشكل الجديد ده. طبعا عشان اجمع في الماتلاب بكتب العناصر الماتريكس ايه. بصوا ايه هتبان لك اللي انا قلت عليه من شويه، اس اس 4 الكوفيشن بتاعها كام؟ بواحد. اس تبعيد 3 3 اس سكوير مش موجوده، مش معنى كده احنا بنكسرها وقت اللي بسالب واحد، لا نحط مكانه ايه؟ زيرو. والا يبقى البرنامج بيديني ايرور، مش هيعرف العمل الصح. فاي عنصر مش موجود عندك في المعادله سواء السيرف او السكند ايا كان، نحط مكانه ايه؟ زيرو. وبعد كده ماينس اس يعني ماينس واحد، والاثنين الحد السالب ده العناصر الماتريكس الاولانيه او عناصر المعادله الاولانيه والمعادله الثانيه. بقول له في الماتلاب جمع لي ايه وبي، بيروح مجمع العناصر بتاعه الماتريكس. وطبعا هنطلع المواتج هنا سي، كانك انت ايه مجمع الحالات دي بالظبط كده، هتطلع لي الناتج بتاع الماتريكس الجديده اللي هي مكتوبه عندي عن اطبع لي بقى شكل المعادله. او انت لا مش هيبقى لك، سوري، انت عارف ان المعادله الثانيه دي دي واحد اس كام؟ 4 اس 4. لا طبعا انا مستغرب، انا ازاي مش شايف الكلام ده؟ انت عشان عندكم تبقوا عايزين من بعيد تبقوا شايفين، بس انا بص هنا دي بالنسبه لي اس اس 4 عاملها واحد، والاس تبعيد عاملها واحد، والماينس 2 بتاعت الاس سكوير، والاربعه مع الاس، والسالب 14 والحد دي السالب، فده اللي ظاهر لي تحت يعني. دي الارقام اللي قدامي. لو عايز اعمل مالتيبليكيشن نفس الماده، مالتيبليكيشن اخد البرنوميا الاولانيه والبرنوميا الثانيه وانفذ الامر بتاع الضرب العادي جدا. ادخل برنوميا A برنوميا B، بس هطبق بقى المبدا عشان الضرب في الماتلاب ما بيعرفش كلمه استر دي، استر دي ستيلر. بقول له كونفوليوشن، دي كلمه اختصار كلمه كونفوليوشن، ايه مع مين؟ مع البي. هيروح مطلع لي طبعا البديل بتاعها ممكن اكتب كده برضه. اقول له ايه عباره عن ايه؟ بس طبعا ده كده في البرمجه مش حاجه حلوه، انا دخل عصر الامر في الامر نفسه. الافضل دايما اقطع الحاجه حتى لو في خطا ظهر لي، يقول لك ان في خطا عندك هنا او هنا او فين. لكن لما انفذ كلها العمليه مره واحده كده فهي كلها صح هي كلها غلط. ودي بلاحظ بقى طلبه في المواد اللي هي فيها معادلات، لما تيجي تخش الماده فيها مسائل وتحل مسائل، وفي طالب هو كان طبيعته كده عامل المعادله كلها مكلكعه، باصص المقام قد كده ومقام قد كده، يحسبها مره واحده. هنا بيخش في ريسك ايه بقى؟ يطلع الناتج كله صح ويطلع الناتج كله غلط، وما ياخدش درجات. ان انا لو غلط ما خدش مثلا سي بحسب الاريا، بحسب بعد كده الناسوت نمبر، بحسب الويندوز نمبر، بحسب اي حاجه، خلي كل حاجه في سطر، طلع لها ناتج، عشان حتى الدكتور وراك دايما بيعمل ايه الدكتور؟ بص انت عايز ايه الدرجات؟ فهي ليك خمس خطوه صح، خطوه صح. لكن لو انت عملت المعادله كلها في كوشن واحده وعوضت وطلع الناتج غلط يبقى عامل لك اكس، وخدت الزيرو. فانت دايما ايه؟ نظم حلك، خد درجات في السؤال، حتى لو مش عارف تكمله للاخر ما تسيبوش. تعمل الحاجات اللي هي الاساسيه اللي فيه. اذا كان بقى حساب ايكويشن معينه بتحسب فيها مومنت انريشيا فورس، اي حاجه بتجي لك اعمل اللي انت عارفه فيها. لكن تستغرب طالب يخش الامتحان ويسيب اسئله مش سؤال، اسئله كامله فاضيه. يعني مش معقول انت مش عارف الحاجات اللي هي الفاندمنتالز العاديه اللي بتحل بيها اي حاجه يعني. ممكن ما توصلش لحل السؤال النهائي، بس على الاقل عارف البنت اللي ماسكه الموبايل في ايديها دي. انت يا بنت في عمليه الضرب تعمل كونفوليوشن البرنوميا دي مع البرنوميا دي وتطلع الناتج، او تكتب الكلام ده جوه الامر ده نفسه، وده طبعا غير مستحسن، وتطلع هو الانسر على طول. فهو طبعا في الضرب بقى عمل لي ايه؟ مش تضرب بقى ده بتاعها بالك دي كونفوليوشن، يعني تضرب بشكل رياضي معين البرنوميا ويطلع انت ممكن تعمل الكلام ده بالرياضه، تعمل ايه؟ تروح ضارب العنصر ده مش عارف كذا فاكرين الرياضه، تطلع صفوف كده ورا بعضها وتجمع العناصر، الشغل يدوي يعني. فالماتلاب على طول بينجز لك الكلام ده. نعم؟ دي كوس نص يعني. في الاسم بس طبعا في اسم في المعادلات كان بيطلع حاجه اسمها الكوشن، الكوشن هي طبعا القسمة ناتج القسمة، والريميندر بقى يطلع حاجه اسمها الباقي. عارف الكلام ده خدتوه في كورس مثلا في سنه معانا اكيد الكليه هنا، ممكن يكون اعدادي
في ماده الجبر مع ما اعرفش احد الزهره يعني يطلع لك حاجه اسمها ريميندر. فده ناتج الاسم ثم ريميندر على ايه؟ على المقام الاصلي. فالحاجات دي كانت دايما ممله بجد ومتعبه وممكن تغلط فيها سواء كذا او كذا ضرب او قسمه. فانت بتدخل على طول المعادله الاولانيه والمعادله الثانيه وتطبق الامر بقى ايه؟ دي كونفوليوشن. كونفوليوشن للضرب ودي كونفوليوشن للقسم. فهعمل الامر بالشكل ده كده. دي كتبنا بقى الكيو والار عشان عايز انا اشوف الناتج النهائي ناتج القسمه ثم الايه؟ الريميندر بتاعه. فهيطلع لك ناتج القسمه والمعادله والريميندر بتاعي بالشكل ده. فهتحط الكلام ده بالشكل الرياضي. هتكتب الرقم ده كده 25. دي معادله من درجه كام؟ خلي بالك دايما المات لاب بيطلع الحاجه بالترتيب. لو كتب اربع عناصر تعرف ان في واحد محجوز للحد الثابت. يعني ده الحد ايه؟ فانت تعالى من هنا بقى ده الحد الثابت يبقى ده مضروب في مين؟ الاس. فده مضروب في الاس اهو وده الحد الثابت. زائد بقى المعادله دي برضك محجوزه كلها كده حد ثابت درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه. هنا ما عندكش عناصر مع الدرجه الثالثه والرابعه. فنقلها المتلب طبعا بيطلع اصفار هو ملوش دعوه بالبرنامج. بس انت عارف انك تحط اول ثمانيه دي بالماينس هي الحد الثابت 6.13 مضروب اس ماينس 2.5 مضروب اس ايه؟ سكوير على المقام الاصلي اللي انت كنت مدخله للمعادله. فده ذات الانصر على طول. ودي من الحاجات اللي بتسهل موضوع الاحصائيات. نرجع بقى لبرضك الكورس الميريكا اللي بتاخده الترم ده عشان تحسب الروتس في كويشن بطريقه ايه؟ نيوتن وبايسكشن في طريقه ثالثه ثانيه. صح ولا استغربت يا دكتور؟ بس في الميريكا الماده في الترم ده بايسكشن بتاخده بايسكشن مثلا نيوتن مثلا السنه دي. لا خدناها السنه اللي فاتت. مثلا جميل. الجزئيه دي بتتكلم بقى عن امداد الجذور روتس وبولينوميال. عندي بولينوميال دالنا في اس دالنا في اس او اكس سوري. فانا عايز اوجد لها كذا يعني ده الحل بتاعها. ودي كانت بتعملنا دايما في مسائل الثيرموداينامكس لما تيجي تحل مساله كده وتطلع نقطه يقول لك اعمل ايه ترالا جيرو وتقعد تعوض لغايه ما تجيب ايه القيمه المناظره سواء تمبريتشر او حتى ذاك. فانا البولينوميال اللي عندي بالشكل ده خلي بالك انت المعادله الدرجه الرابعه في عندك الترم الثالث مش موجود الثيرد اوردر والفيرست اوردر مش موجودين. طبعا لازم احافظ انا بكتب المعادله احط مكانهم ايه؟ زيرو 5 اكس اس 4 ونظمها كده الحد السابق فيرست اوردر سكند اوردر ثيرد اوردر فورس ايه؟ فورس. فخمسه في الاكس اس 4 صفر في الحد الثالث ماينس 3 في اكس سكوير ثم زيرو في الاس في الاكس دي مش موجوده والحد الكونستنت تيرم اللي هو ايه؟ تيرم. فانا هعمل السطرين دول في الماتلاب كده هكتب المعادله 5 0 3 كذا واستخدم الامر اللي هي الكلمه بتاعتها روتس جذور جذور المعادله بتاعت ايه؟ ب 2. ممكن اكتب ده ممكن ما اكتبوش على فكره يعني عادي ولا ما اكتبوش اقول الانصر يقول لي هنا انصر وكذا. فانا عايز اخليها تتخزن في حاجه اسمها الار فكتبت له تتخزن فين؟ في الار. فده مش مشكله يعني ده اهم حاجه الامر بالنسبه لي ممكن ينفذ مباشره مع الايه؟ مع الجمله دي. فبقول له ار هيطلع لي انها كومبلكس روتس وطبعا دي معادله 1 2 3 4 انها الدرجه الايه؟ كانت الرابعه ده الحد الثالث اس او اكس اكس سكوير اكس تبعيد اكس سكوير 4 فيطلع لها اربع جذور. فاي معادله بتشتغل تلاقي معادله السكند اوردر يطلع لها كورس ودي فورس اوردر يطلع لها كورس وهكذا. شوف الحاجات دي انتم بتشوفوها ولا ايوه ايوه. بص بقى هنعمل ايه لما تيجي تقول له رجع لي بقى المعادله البولينوميال تاني. يعني تقول له رجعها لي تاني تقول له مثلا انت عملت لي الجذور فانا هقول له بقى رجع لي البولينوميال من الجذور اللي اسمها ايه؟ ونتاكد هل المتلب هيرجع نفس البولينوميال؟ يعني ممكن اقول لك انتوا تكونوا شايفين الكلام ده انا هقول لك بس انا شايفه على الشاشه عندي مكتوب هنا بالنسبه لي انا واحد تقول يلا ما كانش هنا واحد كام؟ خمسه كمل بقى صفر السالب مش مشكله هو صفر سالب 3 هنا مش سالب 3 هنا كام؟ سالب 0.6 وهنا صفر وهنا صفر 10 بقى 2 ايه عمله بقى؟ ان هو دايما في البرمجه بيخلوا اعلى اوردر بكام؟ الكوفيشن بتاعه بواحد وقسم على مين؟
خمسه او خمسه كان اصلا المعدل فيها هنا خمسه فلما قسم على خمسه هنا في واحد خمسه على خمسه بواحد صفر والصفر وصفر ثلاثه على خمسه صفر على خمسه والعشره على خمسه فيها الايه؟ الاثنين. طبعا بتطلع المعادله الشكل دايما تبقى انت عارف بقى ان الماتلاب بيطلع البينوميال الاعلى اوردر كوفيشن بتاعهم كام؟ واحد. وبالتالي لو عايز تجيب الشكل اللي انت كنت مدخله للمعادله اللي هو الشكل الرياضي تضرب في ايه؟ في خمسه. او هي نفس الكلام انا ممكن اقسم بيها على خمسه. لان معادله صفريه والمعادله الصفريه تجيب جذور ليها. نفس الكلام اكزامبل تاني عشان كلها موجوده عملنا له روتس طلع لي روتس النهارده هات لي المعادله هنا بقى عشان ادخل اعلى اوردر بكام؟ واحد خلاص هتطلع زي ما انا بالظبط ادي واحد ماينس 2 ماينس 3 تاني بالموجب طلع نفس الايه؟ لو هي المعادله داخل اعلى اوردر بواحد هنخش في حته رياضه وانتم كلكم عارفينها انا عارف انها موجوده من الدراسه المتطرقه يعني How to solve the equation in one unknown numerical. عندي معادلة بالشكل ده، دي معادلة في مجهول وحيد. انت بتخليها بتساوي الايه؟ صفر. وتسمي الدالة كلها اف اوف ايه؟ في اكس. وبعدين تبدأ تعمل سيرش على الجهاز اللي بتقعد تعمل بقى ايه؟ ترايل اند ايرور. ده كان الطرق القديمة. أو لما خدت الجزء الرياضي قال لك لا في درجتين محددين وسهلين طريقة نيوتن رابسون نسب. ودي انت خدتوها السنة اللي فاتت في كورس رياضي. والفكره بتاعتها ان انت بتكون عامل ايه؟ بتجيب التفاضل بتاع البلد. هو نيوتن ده اشتغل على فكره عامل قال لك انا هاخد المماس للبلد، هاخد المماس والمماس ده بالنسبه لي اللي هو من الخط المستقيم هو التفاضل ويقعد بقى يعمل خط اللي هو المرسوم هنا ده. فالخط ده يقطع محور اكس ايه؟ الرتب. واخدها نقطه تقريب هنا قرب لمين؟ قرب للجذر. واخد النقطه اللي بتطلع منها خط ده المماس ويطلع منها خط وياخد المماس ويطلع خط وياخد المماس وقت ما توصل لمين؟ ده لو الحاله انها كونفيرجن يعني بيقرب للحل لو هي دايفيرجن ما بيقربش ممكن يكون المنحنى ده بنفسه يعني المماس تيجي ياخد المماس كده المنحنى شكله عامل كده وياخد المماس يروح رايح فين؟ يبعد عن الايه؟ عن الحل ففي حاجه اسمها كونفيرجن او دايفيرجن يا اما يقترب للحل حتى اللي درسك الكورس ده قال ايه؟ انت مثلا انت طالب بتحل بايدك خد لك مثلا ست نقط لقيت الحل اللي كان رقم بيقرب لحاجه واحده اتكرر مرتين بسي اسم النمبر لو انتوا فاكرين يعني قال لك لو انت طلعت الروت بتحل كده في الجدول ده مش حلو جدول؟ مثلا طلع ان الروت الرقم اللي ده واللي بعده ظهر قريب منه الى قريب الى ايه؟ سي اسم النمبر حسب ما يطلب منك او تو اسم النمبر يقول لك هنا ستوب لكن لقيت مثلا يطلع مره الاكس ب 5 مره الاكس ب 10 مره 15 الحاله لسه ايه؟ دايفيرجن ما بيقربش يقول لك ستوب على خمس خطوات او كذا فمين المماس لما خد الداله فمتاخر تطلع من المعادله دي قال لك خلاص هناخد المعادله دي طبعا الدلتا ايه؟ دلتا واي على دلتا مين؟ لانها رياضه دلتا واي ادي اف اوف اكس عند النقطه ناقص الزيرو ده الدلتا واي في المنطقه اللي مرسومه من الاحمر على الدلتا اكس اللي هي اكس كي ماينس اكس كي بلس ايه؟ 1 خد دلتا واي على دلتا اكس ده مين المماس؟ طلع من المعادله دي اكس الجديده بالرياضه دي اكس الجديده ودي اكس الايه؟ القديمه. دي النيو فاليو ودي الاولد فاليو. وطلعت المعادله اف اوف اكس على تفاضل الداله. يعني اللي عنده طبعا طبعا لسه فاكره هتلاقي المعادله دي معروفه بالنسبه له. الحل بيها دي هي الجذور. فاحنا هنا هنخش في منطقه بقى التفاضل فانا عندي داله اهي موجوده بالشكل ده فانا هسميها اف اوف اكس. وهعمل كرييت لي فانكشن هطبق بقى الشغل اللي عملناه المحاضره اللي فاتت واللي قبلها هعمل كرييت لي فانكشن واسميها واي داله مين؟ في الاكس واعرف الواي اعرف الايه؟ طبعا ممكن تكتب المعادله دي كلها هنا عادي من الحاجات اللي الطرق دي وبعد كده هقول له هعرف داله التفاضل اما فاضل المعادله دي هيطلع ايه 3 اكس سكوير بلس ايه؟ وانا هعرف داله التفاضل اهي فاضلت المعادله عشان عندي تو فانكشنز فانا هنا بوظف بقى الطريقه بتاعت الفانكشن في المعادله بجيب لها روتس فعندي تو فانكشن اف اوف اكس وتفاضل اف اوف اكس الدي اللي هنا ديت مش هي بتعمل التفاضل ده انت اسم اخترناه عشان اسم قريب ان انا بفاضل ايه لكن مش هي دي اللي بتفاضل انت هتفاضل انت بنفسك هتفاضل انت المعادله وتكتبها فين؟ تدمج فانا فاضلت المعادله رياضيا وكتبتها 3 اكس سكوير بلس 1 اهو 3 اكس سكوير بلس 1 فدي الفانكشن بتاع داله التفاضل ودي فانكشن بتاع الداله الاصليه
عشان ده برنامج بيشتغل ايه بالتكرار، يقعد يجيب هنا نقطه ويحسب لها كذا وقت بنوصل للحل الاكزاكت، فبدل ما اقعد اكتب المعادله كتير لا اخليه هو يستدعيها وينفذ الكلام ده. ناخد اكزامبل رياضي. دكتور سؤال، هو المفروض الفانكشن بقى بتاع الدي وات بالسلايد اللي فات، لان كده حطينا اسم نفس الاسم. لا بص، هو بص يعني انت الفانكشن قصدك على كلمه واي؟ اه مش هتفرق ان الواي بالنسبه له هو هيستدعي ده. انا قصدي يعني انت بس الاسم اللي فوق بس. ممكن غير ميت الدي واي احسن. فكرة دي أفضل يعني. أو دي تبقى أحسن، دي وش أفضل نبعد عن الاسم. أحسن إن تبقى دي اسم. نعم. أو كل واحد في ملف غير التالت مسمي ده باسم ولا باسم، ما هوش يتلخبط، بس هو عايز يعني هو نفسه بيجي يقرأها بعد كده يبقاش هو متلخبط بالمسميات. لكن هو مش ده طيب وده طيب فمش هيتلخبط، لكن هو عايز برضه في حاجة اسمها ريليبيلتي اللي تبعتها له يبقى سهل يتلخبط. فهنا المثال بيقول لي تجيلي المعادلة دي بطريقة نيوتن. فانا هقول له خلاص ادي المعادله الاصليه اف اوف اكس، حولتها للمعادله اف اكس وفضلها تردد اكس سكوير بلس 1، وهدخل الكلام ده في البرمجه عندي، سميت ده ملف وسميت ده ملف تاني وتخزنه في الجهاز. هنا رايت سيبريت سكريبت نيوتن روت، هعمل بقى ملف تاني اسمه نيوتن روت. نيوتن روت دايما كان يقول لك ايه، اعمل حاجه اسمها فلوت شارت. قبل فلوت شارت كان يقول لك الالجوريزم، لما تيجي تعمل اي حاجه في الدنيا ده حاجه في الفكر الطبيعي، انت عايز تعمل انا هعمل خطه معينه، اقول لك ايه الالجوريزم بتاعك؟ قول انا هعمل اول حاجه انبوت ستارتنج فاليو، انا هعمل جيس يعني اتوقع ان الروت يكون كذا، اتوقع اكس نوت برقم، وادخل بقى في البرمجه اقول له وقف للكلمه اللي قلناها مع الدكتور قال لك ايه وقف من 3 ارقام 20 او رقمين 20، ده الشرط اللي قال لك عليه، فهقول للجهاز وقف عند ايرور معين. الايرور المعين دي بحسب حاجه اسمها ريلاتيف ايرور، اقول له اكس قديمه بلس اكس جديده، اكس قديمه لو هي اكبر من الايرور اللي انت حاطه توقف، او هنا لا بقول لك انا الاكبر كمل ريبيت اقصى حاجه 20 خطوه ككمبيوتر. طبعا الطالب كان بيتقال له هل ده خمس ست خطوات واعمل ستوب، عشان دي بتاعت الكونفرجن والدايفرجن. والمعادله الرياضيه اكس كده اكس جديده يساوي اكس قديمه اقصى الداله على فضولها، دي المعادله اللي هي ايه انا هطبقها كالجوريزم عايز اعمل كذا. وبعدين تطبع لي اكس جديده والداله بتاعتها بكام؟ عندها واي بكام يعني؟ وبعدين ستوب. فالجهاز وهو شغال لو عمل المعايير دي كده وما وصلش للجهاز هيقف عند 20 خطوه. وصل للجهاز عند الخطوه الثالثه الرابعه يبقى ايه؟ طاق. فده شكل الالجوريزم. طبعا محتاج منك فلوت شارت، واللي انت قلته في الالجوريزم تعمله في فلوت شارت مع مراعاه انت تعمل حاجه بقى تبقى برضك مخطط الفين اللي هيقرا الكلام ده. فانا هدخل ثلاث حاجات، الجيس فاليو اللي هو اتوقعها، والان اللي عندها وقف اللي هي 20 او غيره، والايرور اللي انا عايز ادخلها. وقلنا الحروف اللي تكتب هنا على فكره مالهاش علاقه بالبرمجه، انت كاتب هنا اكسون مالوش علاقه انا اكتب جوه برنامج اكسون. ده رموز هنا في الفلوت شارت، اعمل اللي يعجبك، اعمل اف داش عادي طياره، عشان انت بتقول اللي قدامك ايه، انا همشي بالمسار المعين ده، مالوش علاقه خالص باي لغه برمجه، انت ممكن ياخدها واحد في اي لغه بايثون يشتغل اي حاجه بالطريقه دي. فانا بقول انت اخدت الكلام ده وعندك الاف اكس والفضولها سميها دي اكس، وخلي اكس الجديده وسوي اكس القديمه زي دي اكس. اذا كان الشرط القحاطي بتاع الايرور يس او نو، لو يس تطبع لي الاسم الجديد بتاع الاكس، او نو هيقول لك الفيتريشن دي انتجريتد اوت يعني انت لسه في الرينج ده ماشي، نو اطلع خليها تساوي اكس نو تساوي اكس الجديده، وكرر الكلام ده لغايه لما توصل لايه للحل، ما قربتش خالص كل اللي هو ايه؟ نو كونفيرجنس. فانت هنا قلت للراجل ده المسار بتاعك. دي من البرامج بقى اللي ما بتكونش سهله كبرمجه، انت عايز تعمل برنامج فيه شروط كتيره جدا. فانا اول حاجه عشان اعمل اعداد الاتريشن قلت له الاتريشن بسيط. تجاهلها دلوقتي وبعدين انت هتقول الله انت ما في عندي عن معادله زي كده، لما اشوف معادله زي كده في اي برنامج جوه لوب او اي وايل او فور او اي حاجه لازم يبقى يتبعها ايه؟ جود نيم. انيشاليزيشن دي لازم تحطها انيشال فاليو بكام؟ لازم اي تكون بصفر، ودي حاجه مطلوبه فين؟ في الاول خالص، حتى لو اتنست هتلاقيك ايه؟ تسترجعها عشان موضوع الاخطاء اللي في البرنامج اللي بتجيلك في الامتحان اللي في كده. بعد كده انت في النيوتن ليسون تقول انا اتوقع ان الروت يكون كذا، فانا اقول لك دخل اكس هتساوي انبوت انيشال اس او التخميني. حط الايرور بتاعك عشان ده كمبيوتر واحد في 10 في السالب كام؟ 8. يعني براحتك بقى ممكن تزود او تقلل براحتك.
ماي ريليتيف ده انا بسميه كده، فاقول لك بعد كده ده ايه بيعمل ايه بقى. ماي ريليتيف سواء واحد وطبعني ده بقى الجدول اللي قلنا عليه في المحاضره السابقه في كتب الطباعه. طبعني كلمه اي تي بسيب كتاب ايه؟ بسيب كام؟ 8 خانات. عارفين جداول الستيم قلناها قبل كده في حاله جداول الستيم. جداول الستيم دي التمبريتشر ثم البريشر ثم الفي اكس والحاجات اللي هي الفي جي والفي اف والكلام ده كله. هتلاقي الجدول كله طالع مترتب كده. حتى لو الرقم صغير او كبير هم محافظين على الشكل العمود. هو مطبوعه بنفس الفكر ده. اللي بيعمل اسم الحاجه بيعمل تاب يتحرك 8 خطوات ويطبع عنصر ثاني يتحرك 8 خطوات بالتاب دي ويطبع الداله وبعدين يروح لسطر ايه؟ جديد. طبعا ده تمن نيو لاين عادي ده السيمبول انفصلت ويطبع لي خط يعني يطبع خط تحت الايه؟ تحت الارقام دي. فده شكل الطباعه ده الهيدر بتاع الداله. وايل ماي ريلتيف اللي كان بواحد ده اكبر من الايرور اللي انت عايزه ده في 10 اس كام؟ طبعا الواحد اكيد اكبر من ايه؟ من ده. وكمان اقول الشرط لو انت تحت ال 20 خد بالك وايل بقى فكره جمله وايل دي فيها حاجه مختلفه عن فور. ايه الفرق بين الاثنين فور ووايل؟ قلنا الشرط اول ما الشرط الفور قول لي الفور الاول بتعمل ايه؟ الفور بتعمل ايه؟ الفور بيبقى فيه عندي انيشيال وفاينل وستيت مثلا. لازم تبدا تعمل ايه؟ اول حاجه بحدد ال لا ما خلاص ما الفور فيها انيشيال وفاينل وستيت. الفور الفور ده داله بتعمل ايه؟ بتبدا تحقق الشروط لو ما تحققش بتشتغل من الانيشيال لغايه لما تخلص من الفاينل. فلازم تبدا من البدايه للنهايه عشان توقف. تستمر لغايه من اول نقطه لاخر قيمه. وبعد كده يعمل ايه؟ اما الهواي لو الشرط ما اتحققش بيديني على طول. الشرط بقى هنا مش لازم يشتغل معايا 20 او كام. لا هو الشرط اول ما يتقفل يعني ما اتحققش الاثنين دول. يعني انت لو جبت 20 رقم هيقف، جبت ايرو هيبقى ايه؟ واقف. فاول ما الشرط هنا اتحقق يبقى حامل فوق بره الايه؟ فهنا قدام الاكس القديمه اللي احنا دخلتها. الرياضه الاكس القديمه السوري اللي انت دخلتها دي اكس بتساوي اكس ناقص اف. طبعا الداله الرياضيه اللي احنا عملناها من شويه. اوبريشن الاي تي دي بقى اللي بتعد لي بتعمل اوبريشن توصيل. انت هنا دخلت الواي هيعد، انت دخلت الاي تي كانت صفر يبقى انت اول اوبريشن. واطبع لي طبعا اي هنا ايدنتيفاير ده بيدور على متغير، يعني ده كده هيدور على متغير، بيدور على متغير هو مين؟ بعد الاطباع. المحاوله الاولانيه. ثم يسيب تاب ويطبع ده بيطبع لمين؟ اكس بكام؟ ثم يسيب تاب ويطبع ايه؟ اف في اكس بكام؟ حسب ما احنا كنا عايزين يعني. اقول له بقى احسب لي الريلاتيف ايرور ده، هل انت وصلت للقيمه اللي هي بتاعت الريلاتيف ايرور اللي هي اكس الاصليه ناقص اكس او الجديده ناقص القديم على اكس؟ فبيحسب ده ويطلع يعمل ايه؟ يقارنه ثم يشوف هو جوه الايرور ولا بره الايرور؟ لو خرج بره وخلص 20 درجه خطوه هيبقى توقف. وبعد كده اقول له اند الوايل اف ماي ريال اقل من او يساوي ريال الاصلي يعني الريلاتيف ايرور بالنسبه لي هيقول لي ديسبلاي ان ده زيرو فرق مش لاقي روت مش عارف اوصل لروت. هنا اكس ديسبلاي زيرو نوت فاوند يا اما يوصل لروت او ما يوصل ما يوصلوش وينهي ايه؟ وينهي الجول. لما نعمل فانا هنا ايه؟ انا دخلت انيشال جزء 3 قلت له انا متوقع ان الجزء يكون 3. فراح عمل ايه؟ اول اتريشن هو طلع هو اكس بكام؟ 2 دي بتف في اكس. ثم قعد يشتغل انت ايه ب 10 اس 8 طبعا وفي ارقام هنا مخفيه عشان انا محدد في الطباعه ثلاث ارقام عشريه بس. لكن هو شغال ب 8 عادي. فالتاب هنا عمل لي ايه؟ اول عمود ساب 8 خانات وهكذا وهكذا. حتى انا طبعا هنا المفروض ان في خط بتاع الداش لاين ما تظهرش. كده واضح ان انا زودت عليه البرنامج ما كنتش عامل فلان حتى لو في داش لاين بتاع كده. انا قلت هيبقى الجو. فممكن انا في احد المحاضرات مثلا كنت ضفت الخط ده وما عملتش شرع عليه كده خط فلان. فقال لي هنا الزيرو فاوند لقيت الزيرو ده موجود عند كام؟ هو طبعا بقى المكنه طبعا الرقم بتاعه بيتخزن عنده على ان في حاجه اسمها في سيتنج البرنامج في حاجه اسمها فورمات شورت فورمات لونج. فانت بتكون ظابط الفورمات بتاعك شورت طبعا ده في الجزء الاول. تطلع اربع عشريه مش دعوه ان انا محددها.
فده الايتريشن اللي حصل. انت بقى لو طالب بيحل مثلا لو واحد بيحل في المانوال يلاقي هدول كده يقول ده الحته دي كمان في رقم بتقول اسمها ايه؟ اسم النمبر يبقى الرقم بدا يتكرر او الرقم بدا يتكرر قول ان كده ايه؟ عايز كده الصعبة ان انت عشان تحل حاجة زي كده في المادة مجهود
ده كان بقى يقول لك اللغات القديمة اللي هي المتعلة يعني. فالمتلب برضه قال لك ايه؟ انت اعملي الامر ده، اعملي ده اللي اسمها بايسيك، ده اللي اسمها بايسيك امر اللاين، وقول لي هات لي جوتس مين للداتا دي. فده اكنك انت بتطبق طريقه البايسكشن ميثود للحاله بتاعت اللي انت عايز تعملها في الرياضه. لكن هو لو قلت اصلا امر روتس، هو امر روتس بيعمل ايه؟ بيحسب الدوائر. بس هنا جاب لي الريال فاليو، قال لك ان ذا بيست ان 20 اتريشن، وقال لك تمام عشان الفاليو شغال كده، قال لك الافضل في 20 محاوله هو الرقم اللي نفس الرقم القديم. فانا يعني عشان اطلب منك حاجه محدده دايما في الامتحان بقول يعني ايه، هنشتغل على البديل بتاع نيوتن، وسيبك من برنامج البايسكشن ما تذاكروش يعني، ركز عليه لان هو برنامج طويل. ده برضه نفس الكلام بيحسب اقرب حل لل طبعا النسخ الحديثة فيها ايه؟ اف زيروز، النسخ الحديثة بقى الفانكشن تعرفها وطلعها من ايه؟ هتخش في التكامل. والحاجات دي كلها انت اشتغلتها في الرياضة، يقول لك ترابيزيديال ايه؟ رول، خدت البعضة دي في الرياضة، الكورس بتاع السنة اللي فاتت في الغالب برضه، صح؟ خدت ترابيزيديال انتجريشن، امريكان انتجريشن، عشان خدت امريكان؟ أول مرة تسمع الكلمة دي؟ لا. شوفوا ازاي؟ طيب هو عموما الحل الرياضي بتاع الانتجريشن ميثود بتاع الترابيزيديا رول، ان انت بتاخد الكيرف ده مثلا في الرياضه تو فاليوز، تاخدها مساحه تحت المنحنى. فانت لو خدت قيمتين فقط هتبقى جبت مساحه، بس مساحه ايه؟ يعني خد القيمه دي القيمه دي واحسب مساحه شمال المنحنى ده، ودي مساحه هقول لك دي اقرب ما يكون للمساحه الكليه، بس انت اهملت جزء. يقول لك خلاص انت كده لما خدت النقطتين فعندك ايرور كبير قوي، اهملت الحته اللي بين الكيرف وبين الخط المستقيم. فالافضل تعمل ايه؟ يقول لك الافضل خد كذا مستطيل بقى، مستطيل اول، مستطيل ثاني، فتزود عدد السلايسز دي عشان تجيب قيمه ايه؟ احسن. لما اطلع من هنا مثلا زي ده كده، ولا هنا على نفس الرسم هطلع كده، فهجيب الحته اللي هو كان اهملها هنا، ويحسب المستطيل الاول ثم المستطيل اللي وراه جاب الحته اللي وراه، ويقعد يجمع كذا ريكتانجلر، نجيب الاريا المظبوطه اقرب هيكون لايه؟ وكل ما ازود عدد الستكس نجيب الاريا اكتر زاد. وده اسمه نيوميريكال سوليوشن للتكامل اللي كان بيبقى صعب، اللي فيه معادلات بتبقى صعب منه. ودايما عارفين في الرياضه ان التكامل اصعب منه. يقول لك لا النيوميريكال ده او التكامل تخش على النيوميريكال رايح كده. فادي المدله من ايه؟ دي حدود التكامل اف اوف اكس دلتا اكس، فاحسب النمبر، النمبر اوف سلايسز او النمبر اوف البالانس اللي هي موجوده عندك دي، الحد الاقصى مثلا الحد الادنى اي ناقص ايه على على السمك بتاع الايه؟ بتاع اللي انت اخترته كستيك سايز اللي سايب. يعني اسمك معايا السمك ده اللي هو اتش، يجيب لك عدد فكان المعادله ديت بتطلع بقى من الحل الميريكال اللي يقول لك الاس سبميشن اوف بوينتس عباره عن اتش على 2 اف اوف ايه الفانكشن عند اول نقطه بلس الفانكشن عند اخر نقطه. النقطه الاوليه اي بي في النص 2 السبميشن بتاع كل نقطه الايه؟ الداخليه. النقطه الداخليه اللي بينهم. طبعا الاثنين دي درجه انت خدت اثنين بره فكانك قاسم على ايه؟ لان اول نقطتين دي الداله الاوليه محتاج تبقى دي زائد دي على 2 فهو طلعنا الاثنين بره كرياضه يعني وطلع بالشكل ده. وايه بقى الاكس اي اللي جوه دي؟ لسه النقطة الأولانية اللي اسمها إيه؟ أول نقطة بلس السمك بتاع إيه؟ الـ H. طبعًا الـ I هنا واحد فيبقى H، 2 تبقى H إتش وهكذا. ده الشكل بتاع البرنامج وفي الماتلاب معرف الدالة بتاعتي فانكشن طبعًا ده برنامج يوزر إيه؟ يوزر ديفاين واي ترابيزوديال اف ان A B H. هقول له الـ N من
بالنسبه لي هي الحد الاقصى مثلا الحد الادنى بتاع حدود التكامل انتجريشن ليميتس على الاتش اللي انا بدخلها واحسب بقى اكس بتساوي ايه اللي كان فيها اي في اتش ديت 1 ناقص ان ناقص 1 في اتش ده اللي بيحسب لي النقط الجديده واس واي بتساوي سميشن اف ايفاليويت للداله مع الاكس ثم بكتب بقى اتش على 2 اللي هي المعادله اللي هي اتش على 2 في اف ايفاليويت للداله زي اف ايفاليويت في اف هو كانت المعادله اللي هي نفسها والسميشن ده اللي كان اسمه 2 في السميشن هي اتنين في السميشن هي المعادلة ده بيعمل لي سميشن للدالة فقلت له اتنين في السميشن طبعا هيشتغل تكرار فانا دخلت المعادلة بقى في المقالة بذات نفسه رئيس دخلت الدالة اهي عايز اعمل لها تكامل قلت له انا هدخل لك الامر اللي انا اخترته باسم الترابزودي او ترابع عشان كلمة ترابزوديا فيها الدالة اف واحد فيها اللور ليميت اوف انتجريشن والاور ليميت اوف انتجريشن والستيب سايز بكام؟ 1 من 10 طبعا انت ده لو كبرت او صغرت كده من الصغار بيديك رقم اقرب ما يكون للحل الرياضي المطلوب فطلع الانسر على طول ايه نتيجه الاريا الاندر ذاكره فهو خد الارقام دي اف 1 يتكلم رقم اف ال الواحد هو الايه ال 10 اريا دي والستيب سايز الاتش وبدا يشتغل على الفانكشن انت ذاكرها وطلع الناتج بتاع التكامل مباشره المادة طبعا نعمل لك ايه انت دايما كل حاجة عندنا موجودة جاهزة انت لو اشتغلت ترجعش قلبك تحل برنامج انت كده عملت برنامج يحسب التكامل انا عندي برنامج بسميه ايه؟ ترابز ده بيعمل لك على طول التكامل فانت لو عندك مسألة زي كده اعمل لي بس عايز تحسبها عند كام وانا اقول لك الناتج طالع بكام. دكتور صلاح بالنسبة للكلام حضرتك هو الجزء بتاع اكس يساوي ايه من واحد لان ناقص واحد في اتش هو في واحد ان ناقص واحد في اتش مش المفروض كده ديت مصفوفه العواميد اللي هنا هو اكتر من المصفوفه اللي هنا المفروض تبقى نصها هي الاتش بالنسبه لي هو رقم سكيلر ما هو بس هو رقم سكيلر هيطلع رقم سكيلر ايش مع سكيلر لو رقم سكيلر ايش مع بس المتلاب بيفهم اللي هو دي كده مصفوفه واحد في واحد لا ما هو رقم سكيلر بيتقلب في عناصر الماتريكس كلها بيديهم ماتريكس بتدرب عناصر الماتريكس كلها بس كده في ماتريكس كلها بيديك الماتريكس اللي بتدرب على الماتريكس كده اهو الواحد بيطلع مش هيطلع هو اصلا احنا بننفذه على الماتريكس بس هو لو في ايرور هيديني ايرور ده سكيلر في ماتريكس فما قال لك لا استخدم احسن حاجه الامر بتاعنا احنا قول لي بس المنطقه اللي شغال فيها حدود التكامل عندك من 1 ل 10 من 1 ل 10 واختار لك ستيب سايز بكام؟ 0.1 فده سوق الشريحه بقى الفلسفه الرياضيه اكس من 1 ل 10 وانا اخترت السوق بتاعها 0.1 قلت له ادي المعادله بتاعت الواي اشتغل انت على اكس وايه؟ اكس وواي وطلع الناتج هتلاقي الناتج ده بالظبط اللي هو 1000 درجه 70 من 10000 هو نفس الناتج اللي معمول لبرنامج بيرك ان سوري يوزر ديفايند ايه؟ فانكشن فطبعا الماتلاب قبل ما اعمل انا برنامج لحاجه اخش على الهيكل بتاع الماتلاب واتاكد هل الماتلاب بيعرف يعمله عشان اريح دماغي زي موضوع اليوتيوب الكلام ده كله دي معادله الساين تكامل الساين بيه حد فاكر تكامل الساين تكامل الساين على ايه طبعا لو معادله بقى ساين سكوير تخش في موضوع ايه ساين سكوير بلس كوساين سكوير معرفش التكامل ده بيكون صعب فتقعد التكامل ده تبقى محفوظات تقعد تحفظ في الشارع اما التفاوض بتنفذ على المعادله القواعد المعروفه يعني فنفس الكلام بقى بالامر بتاع الترابيزويد ده هقول له خد الاكس بتاعتي من الصفر للباي في الستيب واي العاديه ده اللي عندي اسمها ساين واعمل لي انتجريشن للاكس والواي طلع الناتج اي معادله فيها انتجريشن ايا كانت بقى شكلها صعب سهل انت دراستك بتبقى فين؟ اي معادله فيها انتجريشن هكتب المعادله هنا واختار انا حدود اللي شغال فيها كمساحه من حدود التكامل من كذا لكذا وستيب معينه كل ما صغر الستيب دي الكيرسي اعلى لان هنا هفتح بره بقى اعمل من صفر لباي وحط مثلا واحد هناخد صفر واحد اثنين ثلاثه وباي ثلاثه واربعه عشر ميه تلاقي العمليه ايه؟ طلع الرقم ده مش مظبوط قوي يعني كل ما صغر الستيب دي انتجريشن ده اسمه ايه الفكره بقى ان نشرح الشكل الترابيزويد ده في المخطط الرياضي عشان تبقى عارف ان الماتلاب بتشتغل برضك على الاكيورسي اللي انت هتدخلها لي.
دخلت ستيب ستيب سايز صغيره يديك رقم قريب للصح. دخلت ستيب سايز كبيره فكان عمل شريحه اولانيه كبيره، ثم شريحه ثانيه كبيره، فبيهدر فيها ايه؟ مساحات فوق. في حد عنده اي ستيب سايز يا شباب؟ احنا ان شاء الله كده خلاص دي اخر محاضره. عندكم امتحانات في الغالب هتبقى الاسبوع التعبير 12 ولا في حد عنده موضوع التخلفات ده شغال لسه ولا لا؟ متاكد الموضوع اللي عنده التخلفات؟ وسط الامتحانات؟ وسط الامتحانات؟ في الاسبوع بتاع صح عملنا في عندنا لائحه جديده ولائحه قديمه، فعملوا بقى نظام كله في الاسبوع اللي قبل الامتحان. يعني الاسبوع الجاي بالنسبه لكم هيبقى راحه معظم الوقت. لو شافوا يبقى مكانه كويس حسب الدكتور يعني. هو طبعا المفروض الشكوى ده يكون مع كل دكتور، بس عشان الموضوع مرهق بيقول لك ايه؟ بس لو بعد بس كلها